تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية من دكتور نيوتريشن. برنامجنا منوع، برنامجنا فيه العديد من المواضيع الصحية والطبية، ولكن قبل ما نخبركم بأرقام التواصل معنا مستمعين، اللي عنده أي ملاحظة أو عنده أي اقتراح أو عنده يعني ما بقول شكوى على كثر ما بقول إنه هي فرص للتحسين من خدماتنا، ممكن إنه يتصل فينا ويتواصل معانا عبر 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006، وأيضا موجودين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وايضا في الاخراج المبدع والمدريدي الفائز اليوم نمر محمد عبده. طيب قبل لا ندخل معاكم في تفاصيل حلقتنا اليوم، اهم شيء نخبركم مستمعينا بموضوع سلامه. ترى سلامه دوم ما تسلم عليكم وتقولكم يا جماعه الخير، اللي بيزور مستشفى راشد، مركز دبي للامراض الجلديه، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل، او مركز البرشة الصحي، يجيبوا معاكم الهويه الاماراتيه، البطاقة الصحية، وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت. هذا الموضوع لمرة واحدة، ليش؟ عشان نبتدي نسجل بياناتكم ونربطها بمشروع الملف الإلكتروني الموحد سلامة. زين، هذا الإجراء ضروري، هيئة الصحة يعني تتمنى من الجميع أن يلتزمون بهذا الموضوع، وأيضا كنا نحن في أكثر من مرة تحدثنا عن أهمية سلامة في يعني إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية في هيئة الصحة بدبي. مشروع وطني، صبحكم الله بالخير يا الكمالي، جزاك الله خير. أيضا قبل أن أخذ بعد الخبر مال اليوم، خلونا نتكلم مع أسماء الجناحي، موجودة معانا عبر الهاتف. أسماء صبحك الله بالخير. سرور أخوي محمود. يا هلا، خلصتي تصوير إن شاء الله؟ أسمع، خبرينا شو أهم الأشياء اللي موجودة عندنا في السوشيال ميديا أو في مواقع التواصل الاجتماعي حاليا أخوي محمود؟ نحن مركزين على بعض المواضيع المهمة خصوصا قبل رمضان وفي رمضان، موضوع الجفاف. الناس متعودة على الشتاء ما تشرب وايد ماي، معنى كان لازم يشربون ماي، لكن في الصيف نحن نحتاج الماي أكثر، لأن تعرف جو رطوبة وما نبغى نتفادى موضوع الإنهاك الحراري عند الإنسان. فقاعدين ننشر حاليا نشرات كذا عن مثلا أعراض الجفاف، متى الجسم الأجزاء اللي في الجسم الإنسان اللي تحتاج إلى ترطيب. تقريبا أكثر عن 70% من جسم الإنسان يحتاج إلى ماي. جميل. غير هذا اللي يشربون الكوفي والشاي لازم يشربون شوي ماء أكثر عن المعدل الطبيعي. وغير هذا عندنا بعد من الفعاليات الموجودة اليوم، مستشفى لطيفة ينظم فعالية لمرضى السكري خلال شهر رمضان، فاليوم يهيئونهم لأطفال السكري ومرضى السكري في مستشفى. هاي من الفعاليات اللي موجودة. أيضا بعد المراكز مستمرة في الاحتفال بحق الليلة اليوم، كل مراكز رعاية صحية الأولية والمستشفيات كذلك. زين، حطوا صورهم، نبغي نشوفهم على السوشيال ميديا. DHA_Dubai هذه بالنسبة للإنستغرام، لتويتر وأيضا تويتر، إنستغرام، بريسكوب، وسناب شات.
كلهم دي اتش اي اندرسكور دبي. اما فيسبوك ويوتيوب واللينكدين هم دي اتش اي دبي هيلث سيرفيسز سوري او هيئه الصحه بدبي. زين رسالتنا الايجابيه اسمها ما خبرتينا الحين بختم فيها. يلا اختم فيها الرسالة اللي تقول اليوم: هل أنت راض عن إنجازاتك لهذا الأسبوع؟ قيم نفسك، درب نفسك، تميز بعملك. التقييم جدا مهم أن أنت تعرف هل أنت ماشي صح ولا لا، والتدريب أيضا مهم عشان تتطور نفسك وعشان تتميز. هاي رسالة حابين نختم فيها الأسبوع، أن الواحد يراجع حساباته قبل نهاية الدوام. ممتاز، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا على الطاقة الإيجابية اللي دائما تعطينا إياها، شكرا لك. إذن كانت معنا عبر الهاتف أسماء الجناحي. أسماء هي مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي، أعطتنا بعض الملامح العامة عن ما تتضمنه وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. طيب أيضا بناخذ خبر يقول، شكرا عزيز، انزين بناخذ خبر يقول: جهاز ياباني للعثور على المفقودين المصابين بالخرف. يعني تحمل شركة أمنية يابانية يعني كبيرة خطة طموحة تهدف لتعقب المسنين المصابين بالخرف عبر جهاز محمول بحجم الإبهام. يعني هذا الجهاز يعني في أمل للعثور عليهم وإعادتهم إلى منزلهم في حال أن تم فقدانهم. وقامت شركة شوغو سيكوريتي سيرفيسز واللي تعرف باسم ألسوك اسمها شيء، بتسليم 2000 جهاز ميموري تاغ إلى نحو 10 مدن يابانية عشان تتم تجربتها على كبار السن. ويعمل الجهاز مع تطبيق مصاحب عن طريق البلوتوث، وهذا الموضوع يسمح بإرسال بيانات موقع المستخدم لطاقم التمريض المنزلي أو لأفراد الأسرة. أطلقت الشركة أيضا جهاز تابلت توب يعني سمينا. عموما هذا يدعم عمل النظام، وتقول الشركة أن من خلال التجارب وجدت بأن الجهاز خفض بشكل كبير الوقت المستغرق في العثور على الشخص المفقود. طبعا يعني أنا قريت هذا الخبر لأنه أوردي في هنالك حتى بعض الأنظمة اللي تسويها المستشفيات أن تحط بالنسبة للأطفال الرضع الخدج هذيل بعد نفس الموضوع، تحط لهم مثل أساور معينة على أساس أن يعرفون وين مكان الطفل. لا سمح الله، يعني أحيانا نسمع أن في خطف، في كذا، في خطأ، منقول مثلا أسرة خذ الطفل مكان الثاني أو هذا. فهذه مواضيع وايد مهمة كانت، يعني حتى في القرية العالمية أتذكر نمر كانوا مسوين مثل هذه الشغلة بالنسبة للأطفال، يكتبون عليها رقم اسم الولد مع رقم تليفون الولي الأمر وكذا، just in case أو في حالة أن ضاع الولد. إنزين بس الحين إذا خطفوا الولد، ها إذا خطفوا الولد هذا ما ينفع التاج، لازم يكون إلكتروني على أساس توصل له. إيه لا هو يعطيك مثل، يعني شوف الحين مثلا في أنظمة وفي بعض الأجهزة هذه اللي هي تحدد لك موقع الطفل وين، وهذه شغلة ضرورية. يعني حتى أنا ما أبغي أروج لبعض الشغلات اللي موجودة في السوشيال ميديا، ولكن هناك أجهزة ممكن تحطها مثل الميدالية، زين يا أخي استخدمها عشان تحصل ولدك مثلا إذا ضاع أو كذا. زين إيه لا بتتطور إن شاء الله. أنا أشوف اللي الشباب عندنا، الشباب دائما عندهم أفكار جديدة. الله عليك يا عزيز، شكرا لك. عقب شوي إن شاء الله ما نطلع على إنستغرام الهيئة إن شاء الله، بتكون معانا الدكتورة سلوى السويدي مديرة مركز ملتقى الأسرة، بنتكلم عن هذا المركز وعن التفاصيل اللي في هذا المركز، بنتكلم عن يعني بعض الحكاية والقصص اللي صارت مع شوابنا. أيضا ما نناقشها حتى في موضوع خبرنا اليوم،
موضوع انه ليش ما يحطون مثلا اساور لبعض الكبار السن انه ممكن نحصلهم في حال اذا تم اختفاء، وهل صادفتهم مثل هذه الاشياء. عموما وايد سوالف عندنا، مو بسوالف شواب، سوالف شباب زين، لكن عن الشواب بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا هيئة الصحة في دبي تولي كبار السن اهتمام كبير وتضع رعايتهم الصحية الأولية والاجتماعية في مقدمة أهدافها اللي هي دائما ما تسعى إلى تحقيقها وتسعى إلى الوفاء بحقهم في حياة صحية مديدة وخدمات متكاملة عالية الجودة، سواء يعني كانت هذه الخدمات اللي يتم توفيرها في مركز ملتقى الأسرة أو أي من المنشآت الصحية الطبية التابعة لهيئة الصحة، واللي تقدم يعني حتى خدمات كثيرة لكبار السن في منازلهم. أيضا من أجل خدمات أفضل تعمل الهيئة وبشكل متواصل على تحديث مرافق مركز ملتقى الأسرة وتطوير التجهيزات اللي موجودة فيه ورفضه بأفضل العناصر الطبية والمتخصصة المعنية بر رعاية وصحة كبار السن. اليوم ما نتكلم عن هذا المركز، شو اللي يقدمه ملتقى الأسرة من خدمات نوعية للمسنين، شو التحديثات والتوسعات اللي صارت على هذا المركز. معانا في الاستوديو الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة التابع لهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح النور. دكتورة، دائما يعني الارتباط اللي يصير في الذهن يمكن بحكم الإعلام بحكم المسلسلات إن مثل هذه المراكز هي دار عجزة يسمونها، ولا استراحة للشواب ولا غيره وكذا، إن الواحد يربطونه بعقوق الأبناء لآبائهم، ولكن أنتوا عندكم المسألة مختلفة تماما، عندكم نظام مختلف تماما في رعاية كبار السن وأيضا في الأجواء اللي موجودة في هذا الملتقى. أنا أبغي أبتدي قبل أدخل في التفاصيل هذه، أبغي بس الناس يعرفون هذا المفهوم شو هو بالضبط. أوكي. طبعا أنا قبل ما نبدأ نتكلم عن تفاصيل المركز مثل ما تفضلت، في سؤال دايما أسأله للزوار اللي يونا. طبعا مركزنا دايما بزي، دايما مشغول طول السنة، عندنا زيارات سواء كانت من مؤسسات حكومية محلية اتحادية متطوعين مدارس جامعات فولنتيرز. دائما أسأل الناس، أقول لهم خاصة اللي يدخلون المركز لأول مرة، كيف توقعتوا المركز يكون؟ فالإجابة اللي دائما أسمعها، يعني يقول 80% من الناس يجاوبونها، يقولون توقعنا أن المركز يكون سلبي، توقعنا ندخل نشوف شواب يصيحون لأن أهاليهم عقوهم في هالمكان وروحوا عنهم. صحيح. فلما يدخلون ويشوفون أن شواب أولا مبسوطين مستانسين يضحكون يتغشمرون، المكان إيجابي، تتغير الفكرة تماما. وأنا بالنسبة لي هذا نجاح، لما الناس تغير نظرتها عن دور العجزة اللي هو المصطلح اللي احنا ما نحبه لأنهم فعلا مش عجزة، وأن العجز فعلا عجز ذهني وليس جسدي طبعا مثل ما احنا كلنا عارفين. ولو صح. ما كان كذي كان يعني صاحب سمو الشيخ محمد ما سمى ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، وهذا شيء أيضا ينطبق على كبار السن. فيهمنا جدا أن الناس تدخل تشوف الجانب المشرق من مرحلة الشيخوخة وتغير نظرتها عن دور رعاية المسنين، وتقول أن هي مراكز رعاية نهارية بوزيتيف أو إيجابية. طيب، صباح الخير والبركة. واحدة تقول أبغى أشتغل في الهيئة، يمكن لأن عندنا نحن طاقة إيجابية. دكتورة روحي على www.dha.gov من government.ae، هناك في مجال انك انت تقدمين على الطلب. نذكر بس بارقام التواصل معنا دكتوره 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006.
مع أني أنا أحاول أني أفتح النظام ما قاعد يفتح معايا. بس عموما صباح الخير والبركة من الأردن لكم جميعا. دكتورة أنت ذكرتي عن أن الانطباع اللي يتولد عند الزائر لهذا الملتقى والأنشطة اللي تقام على مدار السنة أن يعطي انطباع طيب، انطباع إيجابي لدى الشخص، يا ترى شو الأسباب اللي توصلنا لهذا الانطباع؟ أوكي. طبعا إحنا في المركز دائما نستلهم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي قالها في خلال زيارته الأولى للمركز في سنة 2005، حافظوا على كباركم كما تحافظون على ترابكم. جميل. إحنا نشوف كبار السن ثروة، كنز مفروض فعلا نحن نحافظ عليهم. في نفس الوقت إحنا رؤية المركز هي تعزيز الشيخوخة النشطة ودمج كبار السن في المجتمع بشكل إيجابي. كبير السن يشوف نفسه أنه موضع اهتمام وتقدير وثقة المجتمع لما يجون طلاب المدارس يزورون كبار السن ويقولون إحنا عندنا بروجكت أو مشروع ونبغي رأيكم علشان نخلص مشروعنا، أو إن إحنا جايين فعلا حابين إن إحنا نفهم منكم هالشغلة اللي تخص التراث أو تخص الماضي أو تخص أمور معينة في الحياة. كبار السن يحسون أنهم لهم قيمة ولهم دور، وأن دورهم الاجتماعي ما انتهى بمجرد تقدمهم بالسن أو أنهم طلعوا تقاعد. دورهم ما انتهى، دورهم لازال موجود، هم مستشارين وهم محط اهتمام وثقة ورعاية وعناية. يمكن هذا الشيء اللي يخلي الناس الكبار بالسن مرتاحين في المكان، حاسين بأريحية. أنا لو أقول لك محمود إحنا عندنا مرضى أو مراجعين، إحنا ما نسميهم مرضى، مراجعيننا، في بعض المراجعين لا زالوا من تاريخ افتتاح المركز هم مراجعين الخارجيين، يعني يروحون ويردون بشكل يومي من أكثر من 20 سنة. إن شاء الله. يعني المسن هذا لو ما كان شايف، لو ما كان لاقي راحته في المركز، ما كان راح يستمر 20 سنة. يتعب ويمرض ويدخل المستشفى ويرجع لنا مرة ثانية، يرجع لنا وهو على ويلتشير، يرجع لنا وهو بالأمبولانس يبين على ستريتشر، بس مصر إنه هو ما يعني ما رح يلقى راحته في كل مرافق الهيئة إلا في هذا المكان. صار في ارتباط، يعني المسألة مو مسألة بس إنه مركز أنا رايح أحصل مثلا علاج طبيعي أو أكتيفيتيز أو سيرت أو خدمة معينة، صار المكان ارتباط، صار المكان حب. كوميتي، مجتمع. It's community, it's مجتمع وإتس عائلي إذا نقدر نقول. الموظفين علاقتهم مع كبار السن علاقة أبناء بآبائهم وأمهاتهم. جميل. أنا يعني أحسدكم على العمل اللي تقومون فيه في هذا المركز، لأن سبحان الله يعني واحد من أجمل الأشياء الإنسانية للواحد. صح. ممكن يسويها. والجملة اللي دائما أقولها لموظفين المركز، إحنا في هذا المكان نحصل أجر قبل الراتب، وهذا هو الأهم. طيب دكتورة، الأولاد عظمة وفكر وتخطيط كبار السن لما كانت حياتنا بهذا التطور والنمو، فمن الضروري جدا تكريمهم بكبر عمرهم بأبسط الأمور، أن يتم توفير لهم كل ما يحتاجون وهو أقل واجب علينا تجاههم. صح. صباح الخير من إدارة التنظيم الصحي بعد، ومشكورين على البرنامج، حياكم الله. إذن بالفعل يعني كانت الحياة هذه اللي مروا فيها، يمكن حتى شوابنا عاصروا يعني حياة مش مريحة، صعبة جدا، صعبة. انزين، لدرجة انهم يقولون احنا كنا نجاسهم التمرة، سبحانك، وكان يعني كان هذا اكلهم. صح. يعني شوف شح الموارد اللي كان موجود. الحين دكتورة اذا ما نتكلم عن يعني المركز، الخدمات اللي يقدمها لهؤلاء الشباب، وشو التصنيفات لهذه الخدمات؟ خلينا نتناول شوية بعض التفاصيل في هذا المركز. أوكي. المركز طبعا تم افتتاحه سنة 93. نرجع شوية للهيستوري لأن في شيء يعني جدا متميز في الهيستوري أو تاريخ المركز. المركز كان فكرة الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمه وغفر له في نهاية الثمانينات. فكر أنه يسوي استراحة للشباب بمعنى الكلمة استراحة، يعني فعلا مكان يستريحون فيه. اختاروا منطقة الممزر واللوكيشن أو موقع المركز يطل على البحر قبل ما يندفن البحر سابقا. فتسوى المركز وتخطط على أساس نظام غرف مثل الشاليهات وتطل على البحر.
كان فكر الشيخ راشد أن هذا المكان فعلا استراحة لكبار السن، يجون يقضون فيه وقت، يسوون علاج طبيعي ورعاية طبية، وفي نفس الوقت يرتاحون في غرف خاصة. يعني المركز ما انبنى بحيث أنه يكون دار رعاية تمريضية للمرضى اللي هم طريحين الفراش، بالعكس هو انبنى بحيث أنه يكون للمرضى أو للمسنين اللي independent أو اللي عندهم الاستقلالية وقادرين أنهم يروحون ويردون. لما يعني احنا ما نستغرب من هذا الفكر والرؤية المستقبلية، أن منو كان في الثمانينات يفكر في ديكير سنتر أو مركز رعاية نهاري؟ احنا لازلنا في الدول العربية وفي الميدل إيست أصلا ما عندنا الفكر الواضح بالنسبة للمرافق اللي يحتاجها كبار السن. الحين الدول ابتدت تحس بأهمية الديكير سنتر وصارت تبني. احنا في دبي الحمد لله عندنا الريادة هاي من زمان، عندنا هذا الفكر من زمان. في الثمانينات الشيخ راشد فكر بديكير سنتر، مركز رعاية نهاري. فهذا فيما يخص الهيستوري. أنا بأخذ التفاصيل أكثر دكتورة عن الخدمات اللي موجودة في المركز، لكن بضطر أوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل في الحديث عن هذا المركز. أرقام التواصل معنا مستمعينا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006-4006، وأيضا موجودين على إنستغرام هيئة الصحة DHA_دبي وإنستغرام نور دبي. وصباحكم كل سعادة بإذن الله. شكرا لك يا عبد الكريم وفاطمة، شكرا لك. وعندي سعود ما شاء الله عليه دائما يدخل على إنستغرام، عنده محاضرة في هذا الوقت لكنه يشرد من المحاضرة عشان يشغل اللايف يطالعنا ويرد مرة ثانية، فيكتب لي تم الهروب ارجع للمحاضرة. يا سعود المحاضرة بتفيدك أكثر منا إن شاء الله. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذن قبل الفاصل كنا مع الدكتورة سلوى سويدي مدير مركز ملتقى الأسرة التابع لهيئة الصحة بدبي، هذا المركز اللي يقدم خدماته لكبار السن، وكنا نتحدث عن العديد من المواضيع. عموما شكرا لكم. هني دكتورة يعني في عندنا دكتورة متابعنا رائدة الحميد تقول احتاج اعرف خبرتها بالموضوع، الشكر تبغي تتواصل معاك لان عندها موضوع توعوي في شهر رمضان عن كبار السن. ان شاء الله منطرش الطرق التواصل بعد شو اسم الحلقة ان شاء الله. صباحكم سكر يا اصحاب الوجوه الجميلة والمبشرة بالخير. شكرا، الله يعطيكم العافية. وأنا مقيم جديد في دبي، وبصراحة أكثر شيء مميز في بلادكم وملفت للنظر هو وجود قيمة لكرامة الإنسان بكل أطيافه، ومن تربى على هذا المبدأ أكيد مش بالغريب عنه يقدم ويكرم كبار السن. أهنيكم. شكرا لك يا طارق، وحللت أهلا ونزلت سهلا في ما بقول بلدك الثاني، بلدك الأول والثاني والثالث إن شاء الله اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي تفتح أبوابها للجميع. دكتورة نرجع لمركزنا، مركزنا أو ملتقانا الأسري، كنا نتحدث عن النشأة التاريخية، الآن ما نتحدث عن الخدمات بشكل تفصيلي اللي تقدمونها. أوكي. طبعا المركز يقدم خدمات الرعاية الطبية. في هذا الصدد أقول وبكل فخر أن احنا المركز الوحيد على مستوى الدولة اللي تم إدارته من قبل أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة، وهذا الموضوع بحد ذاته متميز، لأن الطبيب لما يكون متخصص في طب المسنين والشيخوخة يقدر طبعا بخبرته أنه هو يشخص حالات كبار السن، أمراض كبار السن، ويقدر يصرف الأدوية as per according to license. أنا عايبني اسم التخصص طب المسنين وأمراض الشيخوخة. هني دكتور شو هي الأمراض، أمراض الشيخوخة اللي أنتوا تعالجونها؟ أوكي. قبل ما أقول أمراض الشيخوخة أقول مو شرط أن تقدم بالسن عبارة عن مرض، أو أنه مو شرط أن التقدم بالسن يكون مرادف لتقبل المرض. للأسف في ناس عادي تتوقع أنها هي لما تكبر لازم يكون عندها ضغط وسكر وتصلب شرايين، هذا الشيء مو بشرط.
في مع التقدم في السن أو مرحلة الشيخوخة يصير في قصور في كل وظائف أعضاء الجسم، لكن الإنسان يقدر يستمر وهذا الشيء ما يأثر على طبيعة حياته، يقدر يستمر بشكل طبيعي. مو شرط أنه هو لأنه كبير لازم يكون عنده سكر أو ضغط أو أمراض معينة، لكن في أمراض مع التقدم بالسن ممكن تظهر، لكن نمط الحياة الصحي والوقاية ممكن يمنع حدوث هذه الأمراض. فيعني مو شرط أن يكون في أمراض مرتبطة بالشيخوخة بشكل خاص، لكن طبعا ترتفع نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالسكري، تصلب الشرايين، هالأمور كلها تصاحب مرحلة الشيخوخة. هني دكتورة أنا دائما يجي في بالي والخرف والزهايمر طبعا يجي في بالي، يقولون أن يعني اللي يهتم بصحته وهو ما بين 40 وفي 50 وحتى في 70 يعني في دراسات أثبتت أن الشخص إذا ابتدى يمارس الرياضة في 70 ممكن يستفيد منها وتأثر على longevity of life أو يعني على معدل عمره. أوكي، بس إنه يعني أنا ما أدري هذا الكلام سليم ولا غلط، يقول لك إذا أنت عديت 40 زي ودخلت 50 وأنت الحمد لله ما فيك لا ضغط ولا سكري ولا كذا، لا أنت بتكمل أمورك طيبة. مو شرط، أنا أرجع أقول لك الوقاية دائما تنفع حتى في 70 تنفع. مو شرط أن مثل ما قلت لك مو شرط أن يكون في أمراض مرتبطة بتقدم بالعمر. طيب ممتاز. زين الآن الرعاية النهارية، أنا أبغى أعرف لأن في عندكم أنتو نوعين من الرعاية خبرين عنهم. عندنا الإقامة الدائمة، زين، واللي هي الشرط الأساسي لقبول المسن لإقامة دائمة أنه يكون عنده أنه ما يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى. طبعا في شروط معينة للأدمشن أو لدخول المريض أو لقبول المريض كحالة رعاية دائمة. أولا أنه يكون مواطن من إمارة دبي، يحمل جنسية وجواز من إمارة دبي، ويكون خالي من الأمراض المعدية، وتكون حالته تقريبا مستقرة، لأن احنا مركز شوي بعيد عن المستشفى، فما رح ناخذ المريض اللي تكون حالته كريتيكال ممكن كل يوم يروح الإمرجنسي مثلا. والأهم أنه ما يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى. سو إحنا ليش ما... حطيتوا هذا الشرط بالتحديد دكتورة؟ لأن هذا الشرط ينطبق على كل دور رعاية المسنين في الدولة، مو بس حاطينة؟ مركز مدخل الأسرة. ليش حاطينه؟ لأن إحنا دائما we believe أو إحنا نعتقد أن المسن مكان الطبيعي بين هلأ والصحي أن يكون بين 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 أهله، بين أهله وعياله. ونحن we don't replace الفاميلي، إحنا مش بديل عن الفاميلي. لكن في حالات الشخص اللي يكون أرمل، ما عنده عيال، ما تشد تزوج، في حالات homeless patients يابوهم الشرطة وإحنا استقبلناهم، ففي حالات معينة راح تحتاج eventually راح تحتاج في النهاية أن يكون لها مكان للإيواء. جميل. فهذا بالنسبة للإقامة الدائمة في المركز. عندنا الإقامة المؤقتة في حالة لما يكون مسن عنده أهل وعنده حد يعتني فيه، لكن الشخص اللي يعتني فيه راح يسافر لفترة معينة فيدخل المركز، أو أن مثلا الأهل بيسوون صيانة للبيت ما عندهم حد يهتم فيه في هذه الفترة. حاليا عندنا 3 من المرضى اللي هم المقيمين إقامة دائمة، وعندنا الرعاية النهارية اللي هم العدد الأكبر من كبار السن. صح. اللي يجون بإرادتهم من بيوتهم بشكل يومي للمركز. في واحد من الشباب دائما عنده سيارة قديمة دكتورة يسوقها بروحه، يسوقها بدون ليسن وبدون ملكية وبدون شيء، هو يسوقها ويدخل فيها تقريبا داخل المركز مرات. هذا المسن اللي انت تقول عنه هذا مثلا ما يسوي فيزيوثيرابي، أوكي، لكن يجي المكان لأنه حاس بانتماء للمكان. أوكي. يجي عندنا يغني، يعني فعلا يغير جو ويروح. صحيح، لأن هذه بعد يعني تعطي راحة نفسية دكتورة. صح. تعطي راحة نفسية. صح. لأنه بين ربعه وبين عياله، لأن دوم مثل ما قلت لك كل الموظفين يتعاملون مع كبار السن أنهم أباءهم وأمهاتهم ويتقبلون منهم أي شيء. طيب نحن دائما عندنا في المراكز الصحية بشكل عام أو مراكزنا اللي موجودة في تابع رعاية الصحة دائما ما ناخذ الستايل العالمي، عندنا معايير عالمية. صح. نطبقها عندنا. صح. بعض المراكز اللي صارت مثل نموذج لدول العالم في تقديمها للخدمات. أبغى أسأل عن ملتقى العائلة أو ملتقى الأسرة دكتورة، شو اللي يميزكم؟
وجود أطباء متخصصين في طب المسن ومن المسنين والشيخوخة يميزنا عالميا وجود يعني تقريبا رح أقول لك يميزنا أن احنا أول مركز أو أول مركز لرعاية المسنين يقارن نفسه أو يسوي بنش ماركينج مع مراكز عالمية. رحنا شفنا الكواليتي انديكيتورز أو المؤشرات الأداء الطبية اللي تخص دور رعاية المسنين في اليونايتد ستيتس وهي عبارة عن بابليك داتا موجودة متوفرة للكل. يعني بقول لك لو أنت في أمريكا وعندك مثلا حد من أهلك تبقى تدخل دار رعاية المسنين, تدخل على موقع معين وتشوف تصنيف كل دور رعاية المسنين وتشوف مثلا هذه هذا المركز حصل امتياز أو جيد أو مقبول أو whatever بناء على مؤشرات أداء معينة. إحنا صار لنا 3 سنوات وهذه السنة الرابعة نطبق نفس معايير الأداء ونقارن مركزنا بدور رعاية المسنين في United States في أمريكا, والحمد لله عندنا نتائج جدا مبشرة. الحمد لله. من ضمن مؤشرات الأداء هذه طبعا يعني مؤشرات الأداء تدل على أن إحنا are we doing fine في هذا المركز ولا لا. من ضمن مؤشرات الأداء طبعا نسبة تقرحات سريرية. إحنا عندنا مرضى طريحين الفراش, لما يكون عندنا نسبة تقرحات سريرية عالية معناته إحنا nursing care is not good. فإحنا we are very proud أو يعني فخورين بنتائجنا, إحنا نسبة تقرحات سريرية تقريبا تكاد تكون معدومة. ممتاز. حصول المسنين على الفاكسينيشن أو على الفلو فاكسين تطعيم هذا 100% كل مسنين بشكل سنوي ممتاز. كلهم يحصلون لهذا. حالات الوقوع أو الفول with major injury الحمد لله عندنا جدا 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 بسيطة. حالات الفيزيكال ريسترينت سميها لما نربط المريض بالسرير, وهذه تصير في دور رعاية المسنين, احنا عندنا زيرو فور ذا لاست 4 سنوات تقريبا او يمكن من تاريخ انشاء المركز. ما نضطر ان احنا نربط المسن بالسرير علشان نقدم له خدمه بالقوه. ممتاز. عندنا استخدام الانتي سايكوتيك او استخدام اللي هي الادويه المهدئه بعد كل ما كان كل ما كانت النسبه قليله كل ما دل على جوده الرعايه الطبيه في المركز. جميل. هني عندنا متابعين ما شاء الله من استراليا ومن نيوزيلندا يقولون السلام عليكم صباحكم سعيد إن شاء الله وشكرا على الطرح الجميل من أستراليا. وعندنا دكتورة من نيوزيلندا أو شخص بنكنيم الدكتور يقول دكتورة أنه ليش ما يبعثون لهم ممرضات للبيت؟ أوكي. في عندنا هاي الخدمة مش من مركز ملتقى الأسرة, من شعبة كبار السن تقدم الرعاية أو زيارات المنزلية للمرضى اللي ما يقدرون يوصلون لمرافق الهيئة لتلقي الخدمة. اللايف ستايل يلعب دور هذا طبعا. اعتقد على موضوع على الوقايه, الوقايه صح. ان صح. الواحد يقي نفسه دائما. طيب دكتوره انا في بدايه الحلقه كنت اتحدث عن خبر اللي هو مال الساور ان في جهاز ياباني للعثور على المفقودين المصابين بالخرف. صح. انتم يعني او انت كمتخصصه في هذا المجال دكتوره يعني تحدثينا عن هذا الموضوع, شو رايك اول شيء في الخبر؟ اوكي الخبر جدا متميز. اوكي انا شفته سمعته من قبل, هي مثل رقاقه يعني مثل الباركود تنحط على الظفر. جدا مفيدة. أوكي. يمكن هم بالنسبة لهم في الدول الغربية لأن مسنينهم بروحهم عايشين. إحنا دائما يعني نادر جدا أنك تلقى شخص كبير بالسن عايش بروحه, دائما بتلقى الأهل موجودين, لكن استل هاي المشكلة موجودة أن الشخص ممكن يطلع ويضيع وما يعرف يرجع مرة ثانية. هذا الموضوع حتى على مستوى المركز صار عندنا, مثلا كان عندنا أكثر من مسن كانت المشكلة الرئيسية أنه يطلع ويضيع, فلما دخل المركز نفس الشيء كان يطلع ومرات ممكن أنه يضيع. فإحنا نكون دائما منتبهين لهذا الشيء, من يعني النيرسز دائما تكون عينهم عليه. جتنا فترة بعد استخدمنا ساعة نفس الشيء حق تعطي المؤشرات الحيوية, ضايقتهم وشالوها وبعضهم ضيعوها. صح. فهذه الفكرة بالعكس حلوة, يعني أنا ما أدري ما أعرف تفاصيلها إن شاء الله تطبق, بس إن شاء الله تطبق راح تفيد الناس أكيد. يسألون شو اسم المركز؟ المركز اسمه ملتقى الأسرة. ملتقى حالياً. الأسرة ليه سميته ملتقى دكتورة؟ لأن هم شالوا عنا كلمة الشواب سابقا. أيه. كان اسمه استراحة الشواب. الإدارة السابقة اعتقدت أن مسمى الشواب ممكن ينفر الناس أو صح. مثلا ممكن شخص يقول الناس ما ترضى تعترف بسنها, يعني فممكن شخص يقول لا أنا ما راح أروح هذا مركز شواب. بس أنا أشوف اسمه حلو يعني ملتقى الأسرة. لما ملتقى الأسرة صار على أساس أن احنا تشجيع تجمع كل تشجيع كل أفراد الأسرة أنهم يكونوا موجودين, وهذا الشيء اللي أصلا كان على مدى السنين. انزين خبرينا عن التوسعات اللي بتصير في المركز, شو عندكم خطط جديدة؟ لأن أنا اللي عارف أنه
يعني أنا ما أبغى أتكلم من عندي، أبغى أسمع منك بس يعني أحس إن في شيء وايد حلو يعني. أكيد إن شاء الله. دائما في دبي كل شيء حلو. طبعا لأن أعداد المسنين قاعد تزيد، وأعداد إن جنرال إحنا نتكلم عن إحصائيات المسنين في الإمارات، نسبة المسنين أو نسبة لما أقول مسنين يعني فوق 60 سنة المواطنين، في سنة 2017 الحين هم 6%، متوقع أنها النسبة توصل 11% أو 11% في سنة 2032 على حسب إحصائيات وزارة تنمية المجتمع. اللايف اكسبكتنسي بعد قاعد يزيد، الناس يعني في مرحلة ما قبل الاتحاد كان اللايف اكسبكتنسي أو معدل الأعمار تقريبا 53 سنة، الحين معدلات الأعمار في الإمارات تعتبر بحدود يعني in general للميل والفيميل للجنسين 76 سنة، وهي تعتبر من أعلى معدلات الأعمار في الميدل إيست. ومعدلات الأعمار في دبي بعد على حسب إحصائيات هيئة الصحة بعد نفس الشيء من أعلى معدلات الأعمار في الميدل إيست، معناته الناس قاعد تعمر أكثر، قاعد تعيش فترة أطول، ونسبتهم قاعد تزيد. إحنا في الإمارات لأن في رعاية جميلة، رعاية صحية، لأن في رعاية طبية متميزة، وفي انترفنشن، في تدخلات جراحية لأمراض كانت سابقا تؤدي إلى الوفاة، صح، مثل الجلطات الدماغية والسكتة القلبية. يعني الحين نادر لما تشوف شخص مثلا يتجلط في القلب ومات، لا بتلقاه راح ودخل وسوى له قسطرة. لا دكتورة، بس إن في علاج، في علاج صار، صار في تدخل، إن الناس عندهم وعي، صار في صار الناس عندهم وعي وصار في تدخل جراحي. الله يهديهم شبابنا يسرعون بالسيارة، وهذا هذا شيء ثاني هذا. أكيد. فطبعا أعداد المسنين قاعد تزيد، our customers أو يعني عملائنا عددهم زاد. نتكلم عن سنة 2012، منتصف سنة 2012 كان المراجعين الخارجيين عندنا بحدود 40، حاليا عندنا فوق 200 مراجع خارجي، فبالتالي الكاباسيتي أو القدرة الاستيعابية في المركز للعلاج الطبيعي والعلاج المهني وإعادة التأهيل طبعا ما تكفي الزيادة، الناس صارت تتريا، فالمشروع راح يكون توسعة للخدمات الطبية في المركز من ناحية العلاج الطبيعي العلاج المهني، إن شاء الله بإذن الله راح يكون في حوض سباحة أو العلاج المائي، راح يكون في عيادات متخصصة في طب المسنين، وراح يكون في مجلس أكبر، يمكن انتهيت مركزنا وشفت المجلس اللي عندنا صغير أو اللي هي الصالة، راح يكون في مجلس أكبر للفعاليات الاجتماعية. عندكم شيء حق رمضان؟ انتم في رمضان دائما عندنا خيمة رمضانية، الهدف منها كان ان احنا ندمج الاوت بيشنتس مع الان بيشنتس المقيمين في المركز، وهي كانت فكرة متميزة من واحد من موظفينا المتميزين. ممتاز. لأن كنا لاحظ في رمضان أنه أوكي الان بيشنتس أو المقيمين بعد الفطور خلاص كل واحد راح غرفته ويعتبر يعني بقية اليوم ميت بالنسبة لهم. أوكي. ورمضان أصلا هو وقت التجمعات، بر الوالدين وصلة الرحم، فحبينا نحن نسوي هالخيمة بحيث أن احنا نضمن أن الاوت بيشنتس راح يجون بعد الفطور والان بيشنتس موجودين، ونعطي مجال للزيارات لأفراد المجتمع كذلك. أيه. إن في فعاليات كثيرة تصير وفي أيه. ملتقيات كثيرة يعني إحنا في رمضان إحنا كموظفين نداوم أكثر على الأيام العادية، لأن نداوم الصبح ونرجع مرة ثانية نداوم ما شاء الله عليكم. دكتور هني في حد يقول بس ليش فقط في دبي؟ المفروض إنه يكون تكون لكل الإماراتيين مش بس مواطن دبي، لأن هذا المركز في هيئة الصحة في دبي، وفي مراكز الشارجة وعجمان بالضبط، وفي في رأس الخيمة. أيه. كل إمارة فيها مركز يعني المفروض. بالضبط. شكرا لك شتا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة ما تبون متطوعين؟ طبعا نبغي متطوعين. واحدة تقول أنا أود التطوع بالمركز للعلم، أنا طبيبة أود أن أساعد في هذا المجال. حياها الله. طبعا مثل ما قلت في البداية أنت كنت تتكلم عن متطوعين، المركز دائما من سنين يحص يعني عندنا إقبال من المتطوعين على المركز، رتبناها حاليا بشكل أفضل عن طريق هيئة الصحة، صار في أبليكيشن معين للتطوع، ففي جهة معينة مسؤولة عن التطوع، صار حتى المتطوع يلبس جاكيت يكون مكتوب عليه متطوع علشان نحن نعرفه. انزين طلع اسمه شطة مو بشتة. انزين صلح لي أسلوبه كثير. شكرا لك. الواحد يشعر بالمتعة وعبق الماضي يوم يجلس ويا الشواب، الله يطول في عمارهم آمين. نحن ردينا اللي كان يتكلم إنه ما في مراكز، ما شيء في الشارجة، ما شيء، لا المراكز موجودة في كل إمارة تقريبا، يعني مغطينا جغرافيا
طبعا صار في ديسكشن دكتورة وايد طويل في هذا الموضوع بين المتابعين، كيف التواصل معهم؟ هل يمكن ذكر الموقع؟ الموقع في منطقة الممزر شارع القاهرة بالقرب من مدرسة الاتحاد الخاصة. يا سلام، شارع القاهرة، حلو الاسم. انزين، بالقرب من وين؟ مدرسة الاتحاد الخاصة. انزين، انا بدليكم يعني نادي الشباب على يدكم اليمين، تاخذون يمين بعدين يسار، الإشارة يسار صح؟ بعدين هي على يدك اليمين بعد تقريبا 400-500 متر. اوكي. فإني قريب، تأملها لتشعر بالأمن والأمان. صباح الخير، شكرا لكم مستمعينا. طيب دكتورة، طيب شكرا، يعطيكم ألف عافية دكتورة. الآن يعني المركز قلنا أنه يتسم بأن كل العاملين فيه مع المرضى مع هذا تحسينهم عائلة واحدة. طبعا هني أنا أبغي أسأل، شو اللي وصلكم إلى هذا الشيء أن الكل موجود كعائلة واحدة؟ حتى أنه أنت قلتي لي في رمضان أنتوا تداومون أكثر. صح. يعني حتى ونداوم من خاطرنا. أي يعني أنا يعني شوف، كل موظف عندي في المركز عنده job description يمكن ما يتذكره. تعرف ليش؟ لأن كل موظف في المركز يسوي، يعتبر موظف شامل، يسوي كل شيء لكبار السن، ويسوي من خاطره، ويسوي بدافع الحب والرغبة واحتساب الأجر. وجود كبار السن، احنا طبعا اولا نقدرهم ونحترمهم من دافع تعاليم ديننا الاسلامي اللي حث على رعاية كبار السن. لما نشوف قادتنا القيادة الرشيدة، اكبر مثال لنا لما نشوف الشيخ محمد بن راشد، انا في موقف بس يعني دائما احب ان انا اذكره. انا لما كرمني الشيخ محمد بن راشد في ميدالية فخر الامارات في سنة 2014، لما صعدت على الستيج عشان اتكرم، أنا كنت حاطة بالي كلمتين أقولهم لصاحب السمو الشيخ محمد. هو فاجأني بشغلة، هو فاجأني أنه سأل عن واحد من الشواب بالاسم، والشيبة هذا كان في مستشفى، كان مرقد في المستشفى ومريض، وقال لي دكتورة وين الشيبة وفي أي مستشفى وزرتي ولا ما زرتي وشو وضعه. فتخيل على ليفل القيادة لما نشوف الشيخ محمد بن راشد على كل مشاغله والمسؤوليات اللي يسأل عن مسن كان زائر، كان يعني مر عليه في بيته قبل كم من شهر وعرف انه هو تعبان. فأقول للموظفين احنا ما عندنا اي اكسكيوز ان احنا نتكاسل او نقول عقب بنسوي هالشغله حق الشيبه. ثينك اباوت ات بهالطريقه. هو يعني القياده حاطه كبار السن موضع اهتمام. جميل. بالاضافه للاجر اللي الواحد يحصله. صح، يقول لك الاهتمام بالكبار نعمة. صح. التعود على القراءة تساهم في التمتع بمهارات اجتماعية والتواصل العاطفي، وبالتالي تأخر الزهايمر. صح. أوصيكم بالقراءة لأجل صحتكم. صح. تحية للضيفة الكريمة ولجهودكم أم طلال الأميري من مكتبة دبي العامة. صح، لأن القراءة خاصة لما تكون القراءة والكتابة في نفس الوقت، أن الواحد يقرأ ويكتب المعلومات، هذه بحد ذاتها تعتبر برين اكسرسايز أو رياضة ذهنية، وفعلا أثبتت أنها تساعد على تأخير الزهايمر. الفكر الجيد والتفاني بالعمل أسلوب النجاح. أنا وخبرت سالفة دكتور. صح. على طاري الكتابة والقراءة. زين، هاي يمكن قلتها قبل ما أتذكر والله، لكن كان عندي واحد من الزملاء دخلت عليه المكتب علق لي لوحة كذا غريبة، دوائر وفيها دويرة، كل دويرة فيها دويرة ونقطة كذا، زين، وحاط انها كذا في المكتب. قلت له الحين انت مستانس حاط لي هاي اللوحة، شو معناتها هاي اللوحة؟ قال والله ما ادري. قلت ايش حق معلقنا عيل بعد مو بحلوة شله. قال لي والله الوالدة الله يرحمها كنا ندربها على مسألة occupational therapy، فكانت ترسم هاي اللوحة كذا بهالشكل. طبعا أنا شوفيني دكتورة يمكن أسبوع كامل أطوف عند المكتب هناك من ورا، ما لي ويا أشوفها يعني. أقول لي شل اللوحة كذا. يعني ذي هو يحليله يعني المكتب قال لي وينك ما تمر عليك؟ قلت أخي والله مستحي منك يعني سامحني. فعموما جزاكم الله ألف خير دكتورة على الخدمات اللي توصلونها. آخر شيء ممكن تبغين توجهين كلمة، يمكن أنا محور من محور ما تطرقت للدكتورة، فعندك المجال أن كلمة أخيرة تبغين توجهينها. أوكي، هي طبعا رسالة مثل ما قلنا، أول شيء تكلمنا عن الوقاية
تكلمنا. أنا دائما نظرتي في طب المسنين نظرة جدا إيجابية. أنا أقول أن الشخص لما يكبر بالسن المفروض يحتفل بشيخوخته. كل عمر العمر is only a number يعني, بس هو عبارة عن رقم. الإنسان المفروض أنه يستمتع بحياته في كافة مراحلها. التخطيط المبكر لمرحلة الشيخوخة يخلي الواحد لما يوصل مرحلة الشيخوخة يرتاح في حياته. متى هي مرحلة الشيخوخة؟ هو يعني شوف, هو صعب أنك تقول يعني تعطي فقر. الناس تربطها 60 سنة على حسب منظمة الصحة العالمية, أو 65 سنة مثلا بعد الدول أخرت سن التقاعد. أبوي بيغاربكم عير أبوي. هو ترى أرجع أقولك, هو مش رقم, هو إحساسك بالضبط. لكن الواحد يعني أنا دائما أقول ليش إحنا مسنيننا يحكمون على نفسهم بالموت مجرد ما يوصلون 60 سنة أو حتى قبلها, مجرد ما يتقاعدون ليش ما يكون في تخطيط؟ ليش الأجانب مثلا they save كل مدخراتهم علشان صح. في النهاية لما يطلعون يستمتعون بحياتهم بالضبط. وهذا حق لهم صحيح. يعني ليش الواحد يحكم على نفسه حصري يسوق فراري هناك ولا exactly. ايه. ويلف العالم ويعيش صح. يعيش حياته يعني he enjoys الحياة وهذه يعني هذا هو أنت في طب المسنين مو المفروض أنك تعطي life to, sorry, تعطي عمر, أنت تعطي حياة بالضبط. للسنوات هذه مش مو المهم ان الشخص يوصل 90 سنه بس يكون مثلا 30 اخر 30 سنه طريح الفراش. وصلت الفكره. وفي عندنا نماذج حتى في الوطن العربي بهذا طبعاً. الشكل بس طبعاً. عموما وقتنا خلص. دكتوره سلوى السويدي مدير ملتقى الاسره التابع لهيئه الصحه بدبي, حشاكري لك هذا الحضور واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله, والله يواريكم الصحه والعافيه وان شاء الله هذا اللي تسوونه كله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لك دكتوره. شكرا لكم مستمعينا, ونتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع, إجازة نهاية أسبوع سعيدة جدا. شكرا لك نمر محمد عبده كان معنا في الإخراج, وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري, وحتى نلقاكم مطلع الأسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.